مساء الخير. اهلا مساء النور يا ابني. انا حسين المهدي من طرف علاء ابن حضرتك. يا اهلا وسهلا. تفضل يا ابني تفضل. الحمد لله على السلام. الله يسلمك. ايه تفضل. شكرا كتر خيرك. خير يا استاذ حسين؟ لا كل خير والله، بس علاء كان موصيني يعني ان انا اجي اطمنكم عليه واقول لكم ان هو كويس. هو حصل حاجه؟ لا لا خالص ما حصلش حاجه، بس علاء ده اصله عشه عمر، فانا قلت يعني لازم اول ما انزل مصر اجي ازوركم واشوف لو محتاجين اي حاجه. شكرا لذوقك. وحضرتك بتشتغل معاه في نفس القناه؟ لا انا كنت ساكن معاه في نفس المنطقه، بس يعني الظروف لطشت فنقلت، بس بصراحه يعني علاء طول عمره بيستجدع معايا. هو جدع مع كل الناس، معانا احنا بقى يسيبنا ويطفش. علاء طول عمره جدع مع كل اللي حواليه، هو مش ناوي يرجع بقى؟ والله انا عارف انه نفسه يرجع، بس مش عارف الظروف هتسمح ولا لا. وحشنا وحشنا قوي. انتوا مش مدين هو مسافر وشغال بره؟ هنتضايق من ايه؟ علاء طول عمره شاطر ومخه نضيف في كل اللي بيختاره واللي يقرر يعمله، وبعدين واحد قرر ان هو يجري ورا حلمه ويحققه، احنا هنزعل منه ليه؟ طيب بس انتوا عارفين الناس اللي بيشتغل معاهم؟ بكره هيعرف حقيقته ان شاء الله وهيسيبهم، وانا بدعي له كل يوم. انا لو منعته من السفر ولا منعته من الشغل كان هيفضل فاكرها لي العمر كله. الشاب من دول لما يكون عنده طموح وحلم عايز يحققه بيفضل يجري وراه لغايه ما فعلا يحققه. وانا بعد عمر طويل لما حان الاجل هيفضل فاكر لي اني ما وقفتش في طريق مستقبله. ربنا يديك الصحه.